قسما بالله داحي الأرض خلق السماوات وبما جاء به جبريل من وحي وآيات أنادي بكرامة إلى يوم القيامة سأذوق الموت بالعز ولا للذل هيها أجرز خنجر خون ريز لبي تشن ببران سرمرا أجرز تيخ شكافن درين أرسي خونين جگرمرا أجرز تيرس شعبه بدهن داب وزشير قل نو سمرمرا أجرز داغ برادر شكنت خسم ستمگر كمرمرا قتيل العبرات أسير الكربات أوهل تكتب أحزاني في الطف بحبر ودوات أبدا فالحزن لا يكتب إلا بالدموع الجارية اگر از چار طرف خصم زند بر جگرم تیر اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم اگر آتش عوض آب دهد خصم شریرم اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم ظلمونی قتلونی و تناسوا من صارت الآلام في أرض الأسالي وطنا كل ما مر على الكون من الأحزان قد مر هنا بخداي كمرا خاست با فيكر ستشاك ببينك بتنم زخم دوست نيز وشمشير نشينك بستم گرندهم دستم وزلت نپذيرم اگر آران بجنگم همه اهل زمین را و سمارا مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم منم و عهد الستم نگسستم نشکستم به خدا غیر خدا را نپرستم به خدا من پسر شیر خدا و پسر فاطمه هستم عربیون علویون قرشیون شجری احدیون بدریون فاطمیون قمری همه دار و ندارم همه هفتاد و دو یارم به فدای ره جانم منم و سرخی رویم منم و خون گلویم منم و هنجر عطشان منم و داغ جوانان منم و خاک بیابان منم و سم ستوران انا للهادی حبیب و فی الطف غریب و سلیب و تريب وعجيب أن أذوق الموت ضامي فمن عني يحامي وشيب ذا خضيب من رقهاي بريده منم قلب دريده منم طفل صغيرم منم كودك شيرم منم دخت أسيرم منم حي قديرم أوهل يعبد رب الكون فوق الأرض مثلي فأنا المحراب من جاء به السيف يصلي لما يقتل طفلي وتسبى كل أهلي لما يقطع نحري ولما أقتل ظام وبجنب ماء نهري منم زخم فراضا منم آية قرآن منم زخم زبانها منم تيغ سنانها همه آيد و ببينيد مقام و شرف و عزت مارا النشر والتوزيع مؤسسة الخليج الإسلامية وهنا الكل يرى
ما بحالي قد جرى فأوى يرضى المصطفى خير الورى أن يمسوا من حسين اغفرا بخداب وبرسول بعلي بن أبي طالب وزهراء بتول وشقيق المجتبى فحل الفحول ذا أخي كيف به إن رأى الخيل على صدر تجول به افتاد ديارم بحبيبم بزهيرم بطر الماح بجون وبهب پاک سرشتم بجلال وشرف آبس وعباس بعثمان وبجعفر بشهيدان عقيل وبخلوص دل عبدالله قاسم بعلي اكبر وداغش بعلي اصغر خونش يلطم البدر على الصدر حزينا باليدين ودموع منه تجري كاللجين وينادي بحدادي وهو مكسور الفؤاد يا عمادي يا مرادي يا حبيبي يا حسين مظلوم حسين جانا مظلوم حسين جانا مظلوم حسين جانا بقول ياسم مدينه برقيه بسكينه بدل سوخت يا زينب كبرى ود فرزند شهيدش بلب تشنه اطفال صغيرم بتن خسته سجاد عزيزم من از این قوم ستمگر نگریزم نکنم بیعت و با خصم ستمگر بستیزم سر من بر سر نیراه خدا پوید با دوست سخن گوید گردد هدف سنگ و خورد چوب نبینم به خدا غیر خدا را مظلوم حسین جانا مظلوم حسین جانا مظلوم حسین جانا بنبي عربي ورسول مدني وأخيه أسد الله المسمى بعلي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف لحكم أزلي بمحمد ومحمد بعلي وعلي مظلوم حسين جانا